بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صح شريبتكم ساعة ان شاء الله ربي يتقبل صيامكم. نفس الموضوع هو نفس الموضوع ولكن بأكثر تطورات، وهو العميل الصهيوني او ضابط الاستخبارات لوحدة الديكون. هو في الأصل وحدة الديكون هذا، وهي من وحدة لتنفيذ الاغتيالات، اغتيالات تتبع الموساد والاغتيالات الاغتيالات الخارجية بالذات. هذا هو شخص، هذا اسمه سماوي في الأصل. كنا اليوم الوثائق مثال خرجت من بروفيله الآخر وعرفنا شكون هو الشخص هذا، والذي سوق نفسه على أنه الخبير الاستراتيجي الفلسطيني ويدعى سامي سماورة. سامي سماورة، اسمه سامي سماورة. علاش اختار اللقب هذا بحد ذاته جماعة سماورة، اللي هما في عرب 48، وعرب 48 في العادة فيهم منضدين، فيهم برشا منضدين وفيهم برشا مقاومين، ولكن الأغلبية الساحقة اللي هي ولت خلتك المواطنة الإسرائيلية، المواطنة الصهيونية، فأخذ اللقب هذا. مثال باش نعطيكم مثال، أنا دخلت اللقب هذا في حد ذاته على سماورة. شوف شلقيت مثال، تنجم تراه لحظة، مثال لحظة، هذه موضوع. شوف أنت كيفاش، مش هذه المشكلة. مكثر اللقب هذون عايشين في يعيشوا في إسرائيل ومخدير الجنسية الإسرائيلية. مثال هذه أسيل مساروة. أسيل مساروة هي في من إسرائيل. مثال زيد دخلت وشفت سامي مساروة. سامي مساروة ها هو زاد في إسرائيل، يعني الجنسية بتاعه الإسرائيلية. عادة اللقب هذا وهو معروف اللي هم من عرب 48، هو من أكبر العائلات الموجودة اللي دخلت وقتها، كي دخل الاحتلال الصهيوني عام 48، من أكبر العائلات الموجودة في الكيان المحتل، وكانوا كلها مكسورها العائلات اللي هي خونة. فاختار الاسم هذا بالذات، الضابط هذا في حد ذاته. نعود ونرجع الموضوع بتاعنا. إلى واحد ينتمي الى وحده كيدون ذراع الموساد المسؤوله عن التصفيات الخارجيه. الوحده تحصل كذلك على جواز سفر فلسطيني، وهذا عادي جدا في اطار، خاصه ان السلطه الفلسطينيه هي سلطه خائنه، وفي اطار التنسيق ما عرف بالتنسيق الامني الاسرائيلي الفلسطيني. خطوره هذا الرجل ليس في الإشكال، أنه نقطة قوتنا، نقطة القوة بتاعنا، أصبحت الموساد تستغلها كنقطة ضعف، وهو حبنا إلى الشعب الفلسطيني، عشقنا لفلسطين، جعلهم في أول مرة انطلاقا تحت شعار التطبيع خيانة عظمى، التطبيع خيانة عظمى، هرعنا إلى مكاتب الاقتراع وصوتنا كلنا إلى من رفع هذا الشعار، مقابل عازل ذلك الذي ظهرت او اظهروا عليه على مدخلي انا مع ميناشي نبيل القرن. فهذه مشكلتنا. زاد جانا هذا بنفس العمليه، بنفس الخدعه، وهو خبير استراتيجي فلسطيني، لتسقط كل القواعد او كل الثوار وكل الصادقين في اتباعه. استطاع هذا الرجل أن يجعل له قاعدة شعبية بديع الأمر، قبل أن نكشفه في فيديو لايف منذ أيام، وصلت به إلى حد أنه كل الأطراف وكل القواعد المساكنة تأثرت به في حد ذاتها، نظرا للمعلومات السرية اللي يعطي فيها. أنا بالرجوع إلى السيد هذا بحد ذاته، فهمت؟ أنا والله تو ما خليتش حتى غنضة نظرا، لأنه من أمس مشيت نلوج في الكونتات، نلوج على السيد هذا في حد ذاته، نلقاه اللي هو عنده دي كونت ومنعماه ربي سبحانه وتعالى، يظهر لي اللي هو عامل 150 كونت، وكل البلاد يحولها يمشي يعمل فيها كونت، وكل حساب نتاع فيسبوك، فأهمل زوز كونتات وإلا نسال مود باس نتاعهم وإلا شنو، فعثرنا على زوز كونتات نتاعه، كيفاش يمثل، كيفاش يجسدوا أنه السيد هذا هو صهيوني بالأساس،
وهو رجل وهو إسرائيلي، أصل جنسية إسرائيلية، جنسية إسرائيلية، يحمل جنسية إسرائيلية. ثم دخلنا إلى البروفيل بتاعه فوجدناه ضابط ينتمي إلى هذه الوحدة، وكذلك كان ينتمي من قبل إلى جيش إلى الدفاع الصهيوني، إلى الدفاع الصهيوني. الأمر كنت أخيل أن الأمر عادي جدا، ولكن تمثل لي أن هناك خطورة جدا، خطورة بأتم معنى الكلمة. هذا الأمر صار خطيرا خطيرا، وسأبين لكم كيف ذلك. انطلاقا من المخطط الذي يحاك لنا من الدوائر الصهيونية بعملائها الموجودين في الأوطان العربية، سأبين لكم فيما بعد أن هذا السيد، هذا الشخص، هو العرف الكبير لكل الحكام العملاء في الدول العربية، هو من يحكم فيهم. ولا أدل من ذلك علاقته الوثيقة مع سفيرة الكيان الصهيوني في بريطانيا، وعلاقته الوثيقة وهي موجودة في البروفيل بتاعه مع السفير الصهيوني في الأمم المتحدة، كذلك علاقة وثيقة مع شخصية معروفة أنها من كبار الصهيونية، وهي الدير لورنسو، معروف الدير لورنسو اللي هو من كبار الماسونية في العالم، وهو مقرب منه ويتفاعل معه كل شيء. على ذكر أنه يقول أن محمود السيسي اللي هو عمل له البروفيل هذا ومحبه وش يضربوني، تو نكتبوا له في آخر بإذن الله، عندي حويجة باش نثبتها لكم بعدها، أنه السيد هذا هو بيدو، هو بيدو. نرجع لتونس، وعليش السيد، شنو السيد هذا؟ هي ديما المخطط في تونس هو الوصول إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعلان حالة الطوارئ وكل الصلاحيات إلى رئيس الدولة ووزير الداخلية، ديما هذا هو المخطط نتاعهم، هذا المخطط. فالتجأوا إلى في 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 مخطط واحد، إلى أنه ترضيل البرلمان، عدم الاعتراف بالأحزاب، محاولة أنه غلق كل المنافذ أمام الحكومة، أمام البرلمان، سواء كان في ليبيا، سواء كان في فرنسا، سواء كان في إيطاليا، قطع كل الاستثمارات، فهمت؟ حتى يصل الشعب إلى مرحلة معينة من الـ من الـ من الـ من الـ الـ الاختناق، ثم ينفجر. فينفجر. حاولوا أن يؤهلوا لهم هذه الوضعية، خلقوا الاعتصامات أمام البرلمان، فمطالبة بحل البرلمان، ولكنهم فشلوا كم من مرة، حاولوا كثيرا، فأدركوا أن هذه الخطة لا تنفع، فانتقلوا إلى خطة أخرى، مع أنه يظل سعيد كعادته أنه يحاول الزج في البلاد في 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 المجهول، ولكن مع محاولة نفخ في صورة عبير، نفخ في صورة عبير حتى تصبح كبيرة ويغتالونها، ثم يتهمون الثوار بذلك أنهم من الاغتيال، وتكون فوضى وكثرة، ثم يتدخل الرئيس بالفصل 80 وطوارئ حتى هذه الخطة فشلت، فكان لزاما من بديل خطة أخرى. هذه الخطة هي يخبو فيها من قبل، تو عندهم فوق العام، وهذا السيد اللي توجدته وبعد ما جاء الرئيس جاء من مصر بالذات. الخطة وهي تعتمد بأساس أنه دليل على أنه هذا الشخص في حد ذاته، الشخص في حد ذاته اللي هو الأمير الناهي في تونس، هو من يحكم في تونس، هو غياب عبير وسعيد في هذه الفترة، وكأن السيد حضر وعلى الصناع أن تتأخر قليلا أو تتراجع. فلا يعقل أن يرد عبير مثلا، ترد عبير على عرفها حتى وإن هاجمها. وتحت مثل قديم معفوه يقولوا له خاين وقعيدة، خاين وقعيدة. شنو خاين وقعيدة؟ هما زوز أصحاب، زوز يتفقوا اللي هما متعاركين ثم إنه واحد فيهم يظهر إلى اللي يحبوه بالحق، اللي ناويين إنه باش يجتثوه ينوي منه، يظهر له المحبة، ثم إنه بعد فترة يقع الاتفاق عليه والإجهاض عليه. هذا الشخص دخل بالخطاب الثوري
دخل بالخطاب الصوري و أعلن أنه يحب ما تحب الثوار ويكره ما يكرهونه، واستطاع النفاذ إلى نفوس الناس كالسم في الدسم، وهذه عادة اليهود بحد ذاتها. أعتقد أن كل الأسوار اللي ظهرت اليوم بإمكانه أي كان أنه تنجم تطلعها كاذبة أو صادقة، انطلاقا أنه ثم أوبسيون أو خاصية في جوجل يحط عليها التصويرة وتطلع. يعني هذه المواقف إيش كانت قبل في 2017 مع الإخوان، وكان يتهمهم بأنهم الشياطين في وقتها من وقع تحديث عنهم في أمريكا، ويدعو ترامب إلى التفافهم. كذلك موقفه الساخر في على تويتر، موقفه الساخر من المصالحة بين حركة حماس وحركة فتح، والتي فرح لأجلها كل الشعب الفلسطيني، وهذا الذي يدعي أنه فلسطيني لم يفرح لأجلها. عملية إثبات بسيطة ساعة قبل كل شيء ما ننطلقه، ودليل على أنه يهودي. هذا الرجل هو اسم أمه في الباسبور جليخة، نحن عندنا زليخة، ولكن لأنه اليهود ما يعرفوش ينطقوا الزاء فجليخة. ونرجع للأثر اليهودي في التسميات، جليخة هذه في هي مكسورها في اليهوديات المغربية، ولكن أكثر ما أنه زيدي وكأنه انساب، لأن السلطة الفلسطينية الخاينة تخدمه في الباسبور. حتى في العادات اليهود هم يسبقون أمهاتهم ويغيبون أبائهم، في الباسبور لا وجود لأبيه سوى في اسمه بالكامل، أما هناك في الباسبور اسم الأم فقط، نظرا لأنه اليهود في حد ذاتهم هم يعرفون بأمهاتهم وليس بأبائهم. هذا والوثائق هذه موجودة وتوجدت بإذن الله، أرجع باسبوره كيفاش جليخة، وجليخة هو اسم يهودي معروف، نظرا لأن اليهود لا ينطقون حرف الزاء كما ينطقون حرف الراء، وهذه لاحظتوه في بحث، بالإضافة إلى أنه ملاحظ بالضبط. كان لابد من حتى هذا المخطط نتاع عبير بشل في حد ذاته، فنزل هذا السيد، هذا السيد سيدهم هنا، والدليل على ذلك أنه سيدهم هنا عالم ببطاقة الجلب لراشد الخياري قبل أن يقع تسريبه، وقبل أن تعلن المحكمة العسكرية، وقبل أن يذهب سيف مخلوف، الأستاذ سيف مخلوف إلى المحكمة العسكرية ليسأل. هو عالم أن هناك هذا براشد الخياري سيقع إيقافه وسيقع فيه بطاقة الجلب بعد ذلك. دليل هنا نقول، هل أنه عنده أيادي في المحكمة العسكرية أو أنه عنده أيادي في الرئاسة؟ أنا أنزه المحكمة العسكرية وأدرك أنه له خيوط داخل الرئاسة، لأنه استحالة واحد بطريقة هذه إلا إذا كان عنده خيط معين باش يجيب لك المعلومة هذه بحد ذاتها. وراجعوا فيديوهاته، نرجعوا بالضبط، ثم خطة ثلاثة بالله باش نرجعوا لها بعد، وهي الأخطر. شفناه كيفاش بالفيديوهات يمدح سيف مخلوف، يمدح راشد الغنوشي أول مرة، يمدح في مع الثورة ومع كل نفس إسلامي ثم انقلب فجأة وصار يريد يسعى أو يخاطب الناس على في محاولة لحل البرلمان ومحاصرة راشد الغنوشي وطرده، نفس المطالب التي ترفعها عبير وترفعها، يعني أظهر في الأخير نيته الحقيقية. بالنسبة للخطة الثالثة اللي هي دخلوا بها لهنا، وهي عادة ديمة هي كيف الوصول إلى تفعيل الفصل 80 وحالة طوارئ، يتولى بموجبها رئيس الدولة كل الصلاحيات وهو الرئيس الأوحد. الخطة هذه سرب مدونين من لوطا، من بين أهدافها، من بين أدواتها اللي أولا حظر الساحة من برا، اللي أصبحت كل الأبواق تنادي بأنه الائتلاف والنهضة الإرهابيين، النخب متاعهم، الإعلام متاعهم، المنظمات متاعهم، حتى من الصحافة اليوم ماشي تشكي في النهضة في فرنسا إنها عملية إرهابية في حد ذاتها.
ومن الصباح لليل الائتلاف الهابي وليلى حداد وغير. هذا تحضير لجو اخر وجو مشحون قدام، فهمت؟ حشتهم به في حد ذاته، فهمت؟ وصبح يقولوا ناس بكري كلمه الصباح وكلمه العشيه ترجع المسلمه اليهوديه، كي تصبح الائتلاف الارهابي للنهضه الارهابيه المجتمع التونسي امام الاختناق وامام الغلاء المعيشي وامام ظروفه القاتمه، طبيعي جدا طبيعي جدا انه ما يصدقش يصدق ال 20%. في المخطط هذا السيد هذا توجه الى الناس واصبح الزعيم الثوري الذي سيقود الثوار والذي سيقود الثوار وسيفضح لهم المنظومه القديمه عبر محاوله استماله قواعد النهضه وقياداتها وقواعد الائتلاف وقياداتها ايضا، وخلق مدونين. وهذه علاش بالضبط؟ لانه هم فكروا من الاول ماذا لابد من توجيه قواعد النهضه وقواعد الائتلاف، وماذا وشكون اللي نجم نخترقوه بسهوله باش نجموا نوجهوه نهار اللي حاشتنا في حرب اهليه او في فوضى او في تخريب. النهضه هو حزب وفيدخل عليهم من خلط جديد يعرفوه، فكان انه الائتلاف اللي مازال مش حزب ومازال مش منظم ما نجمش يعرف قواعده، وينجم واحد يحط صوره بروفيل نتاع شخص معين عليها الائتلاف فيعتقد انه ائتلافي. وسمى قرابه يجي 10 ولا 20 اسماء لاحظتهم لهنا وهم يدافعون على هذا الرجل الكلب، هو ليس برجل، هذا الشخص الصهيوني يدافعون عليه بشراسه كما كانوا هو يدافع. لاحظت ان البروفيلات وذي بعد باش نبعثها لقيادات الائتلاف، البروفيلات هذه تكونت عندها شهر، ما عندهاش اكثر من شهر، يعني في حاجه جديده في خطه جديده، فهمت؟ وهو انه اش كان بالضبط باش يوقع؟ مش يوقع ان شاء الله ربي منعنا منها، انه السيد هذا يبث الياس يبث كذا ويبث حرب رابعه باش يدخلوكم السجون باش يغتصبوكم نساكم، ثم سرب معلومه انه سيف مخلوف سيقع قتله. هو كان ينجم يقول راشد الغنوشي، ولكن راشد الغنوشي بحراسه مشدده، وسيف وقع الاختيار على سيف، فهمت؟ لقتله. علاش لقتله سيف؟ سيف كي تقتل سيف أنصار أو أنصار الثورة بصفة عامة بما فيهم أنا غير عن واحد عنده شوية وعي، الحق باش يحاول أن يفكر في الثأر، ولكن ثم ناس المدسوسة هذه المدونين باش تحاول أن تأجج النار أكثر ما يمكن وترفع خطابات بما فيها شعارات إرهابية. كان القصد منها بحد ذاته أنه تثبت الاتهامات هذيك عبر دليل معين، دليل إثبات، هم كانوا يبحثون على إثباتات تؤكد صحة ما يقولوه ما تقوله ليلى حداد وغيرها أن الائتلاف الإرهابي، عبر صفحات تكون حاطة الوحدة نتاعها ائتلافي وتدعو إلى الإرهاب، تدعو إلى عائلات إلى الثأر وإلى عمليات إرهابية وما شابه ذلك. هم محضرين تنسيقياتهم، محضرين كل شيء لإشاعة الفوضى بعد مقتل سيف مخلوف باش يوقع قتل أطراف منهم هم في حد ذاتهم. ولهنا يدخل الرئيس في حد ذاته ويفعل الفصل 80 من الدستور بدعوى انه حاله طوارئ وفوضى كذا، ويفتك كل الصلاحيات كلها خدمه كيف هكا. بالحق انا اللي لاحظته بالحق في الليمات هذه انه السيد هذا مش بسيط جدا، ولكن تم اكتشافه. وعلاش تم اكتشافه في تونس بالذات؟ تونس نحن اولا بعد 17 غادي نقولها لكم، تونس بعد 17 دخلت في عهد في مرحله يقولوا الكشفه، كل شيء بالمكشوف، راك تشوف فيه الرئيس كل نهار اي حاجه يعملها نسمعوا بها سمعان وربي يفضحها لبرا، ولا عبير ولا ايا كان. نحن دخلنا في مرحله كشف كل الخوانه، كشف كل العملاء، كشف، اصبح لدينا نظر حديد وبصيره وبصر حاد نكتشف به هذا السيد عليل او خائن او ما شابه ذلك. ف المرحلة هذه بالذات بالطبيعة هو مش المهم يعرفش، هو على فكرة في ترجع لليهود هم يعرفوا اللي أنا نقرأ في قبيلة نص الكاتب الصهيوني معروف، وفي هارتز في جريدة هارتز العنوان بتاعه إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة،
هما يعرفوا اللي بالحق هذه اخر مرحله هذه ومدركينها هما في حد ذاته، ويدركوا انه حتى مخططاتهم في تونس باذن الله ما عندها وين توصل، باذن الله العلي العظيم ما عندها وين توصل المخططات، وكلها باش يوقع اجهاضها 10 سنوات وهما يحاولوا اليوم دخلوا مرحله اخرى باش باش يحاولوا انه يعملوا عمليه ارباء سواء كان بادواتهم الاعلاميه، بادواتهم الموجوده في النواب، بادوات الموجوده في القصر، بادواتهم الموجوده حتى على المنظمات هذه اللي هي عبرت حتى بعهد بن علي هي بايعه روحها المنظمات هذه اللي بالحق حاجه فضيحه جدا تسمع بجمعيه صحافه ماشيه هذا برنامج وهو يحرك في كل شيء. قلت لكم اكبر دليل اللي هو يحرك السيد هذا نحي علاقاته، السيد هذا في حد ذاته اللي هو علمه كيفيه علمه بطريقه بجلبه بان ثم جلب الراشد الخياري، الراشد الخياري باش توقع ها هو خبر عنها قبل يوم، يعني واحد من الناس يا مشى المحكمه العسكريه يا مشى كذا، ثم بعدها نتفاجئ انه السيد هذا يحمل جنسيه اسرائيليه، انه السيد هذا في حد ذاته باش يبقى ينقل باش يبقى كذا، هذا ما عادش ما عادش صحيح. اصبح اليوم بالنسبه للشعب التونسي له من اليقين هذا الرجل هو جاي في اجنده في كذا، احنا ما عندناش مشكله ولا في الجي. على فكره هو جبدني في تدويناته اللي اكتفاها يقول ولا والجماعه اللي نتاعو هذه المدونين اللي هما تو مخترقين الائتلاف بون وبريس قيادات الائتلاف تو عارفينهم. يقول اللي خاطر دار عليا بعد قلت انا على التطبيع نتاع سيدي الشيخ، انا لا سيدي الشيخ ولا عمري كنت نهضاوي ولا عمري كنت نهضاوي اكثر من ثم انه الواحد فهمت. انا اكثر انا هو بدا لو ديسات في اول فيديو نتاعو انا لو ديزويت النص مازال موجود كتبت هذا الرجل عميل صهيوني، وثبت بعد جمعه اخرى انه هذا الرجل عميل صهيوني. نبقوا اليوم هو علاش تو هو تو يدرك تماما انه هذا المخطط نتاعو اللي جابيه وقع اجهاضه، مش اجهاض سوى بفضلكم انتم اللي بالحق غربتوا الفيسبوك هذا الشخص معين، هذا جاي في اجنده معينه، جاي في اجنده فهمت، واصبح الناس كلها تعرفوا اللي هو صهيوني يحاول يعني شوف ربك سبحانه وتعالى لولا عظمة هذه الثورة ما كانش ينجم بالحق ما كانش يفكروا باش يخبطوه، كانش الثورة بسيطة أو ما فيهاش حتى خطورة عليهم، راهم ما يفكروش اليوم باش يجردوها وإلا يخربوها وإلا بالحق. المهم البرنامج نتاعهم اللي سيد هذا كما قلت لكم باش يحاول يجيش الناس يجيش القواعد ويوجهها ثم يقع عملية اغتيال، وهي في الأصل هي سيف مخلوف لأنه الراجل البارح قال كلمة خطيرة جدا، الكلمة هذه اللي قالها على اللي قالها أو بوري لكم ليامات صدق ما كنت نقول شنو بالضبط من جملة ما قال سيف باش يقتلوها فهمت. بالإضافة إلى أني نلقى تدوينة السيمون دير كابراج يقول له تجيك كرتوشة في راسك على قلب، يعني الناس في مخاخهم انه بالحق هذا هو المشروع. المشكله اللي هما طالين على الغرف المظلمه ويعرفوا اسرار بعضهم كل، يعني ثانيا اللي بالحق الثوره كما قلت لكم كشفت لنا كل شيء المدرجين وربي خرجونا لبرا ويفضحوا. هو راهو يتساءل توا والا تو يسالك سؤال معين يقول لك كيفاش عرفتوه؟ يا ودي هذه ثوره، والثورة هذه من نهار الأول كشفت لنا محمد عبو، كشفت لنا محمد همامي، كشفت لنا الناس كلها بالديتاي كل نهار اللي يلعبها علينا ثوري بعد يطلع بالضبط والرابط. وقال لك راك جيت لهنا باش يكشفوك في ثلاثة أيام وأربع أيام هذه ثورة هذا ما بعد 17 يقول لك هذه تاع الكشفة، هذه مرحلة الكشفة هم يعرفوها اليهود بحد ذاتهم كل شيء مكشوف، كل شيء تشوف يوريه ربي للناس السارقة. هذا كل دليل على انه انا احب نوريكم حوايج ينجم ينكر في كل شيء، ينجم باش يقول بالرغم انه اول مره كتب تدوينات السيد هذا يقول عاملين لي فوتوشوب وكل لغه، وبعدها البروفيلات موجوده فهمت، هو يظهر لي كما قلت لكم عنده برشا البروفيلات ونساء البروفيلات هذه بحد ذاتها. ولكن عندنا فيديو زاد الفيديو هذا وهو في سريلانكا، في سريلانكا ويتكلم بالعبريه، يعني هل يعقل السؤال ديما لهنا انه شخص معين فكله عمل اسم بروفيل اسمه هو وصوته هو راه مش باش يجي يعمل لك لايف زاد بصوتك انت، وعندنا خبراء نتاع صوت وانتم اصلا من الفيديو تنجموا تعرفوا انه هذا بالحق صوته والا مش صوته، وهو صوته وبالله دقيقه نسمحوا لكم لانه ما يبوش ثلاثه دقائق.
في سريلانكا الا في الكوت في سريلانكا. واحد حتى الراعي ينطق فيها ما يعرفش ينطقها كما السيد هذاك. الكوت كريسمس في سريلانكا في دوخاي في سريلانكا اضطررنا انه بالحق مش ما يمسحوش الفيديو من غادي انه نصوروه انه نعملوا انرجسترومون. هذه في الاحتفالية نهار 25 ديسمبر 2017. فهمت كان؟ شدور خايم سريلانكا بحيكون اغزوك الصوت نتاعو هو بيدو. ثم نظام خبراء صوتي تونسي طلعوه هو اللي مشروع. على كل الفيديو هذا باش نهبطوه بعد بس عند موجود تنشط في صفحته تلقوه وصفحته هذيك نتاع سماويل هو في الاصل اسمه سماويل ويحرك باش نقول لكم من الاخر هذا السيد هو عرفهم الكل هذا العرف الكبير نتاع عبير نتاع 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 قرطاج نتاع هو يحكم فيهم الكل والدليل على ذلك مش علاقاته القوية اللي هي قبل اللي شفناها مع السفراء الصهاينة أو مع كبير الماسونية هذاك بل بحاجته على المعلومات اللي جبتها من داخل القصر بحاجتها وعلى أكثر حاجة أين قيس هذه الأيام وأين عبير هذه الأيام المشكلة أنه الشعب نسكر الشعب سكر الله المهم يظهر لي ما فهمش واحد فلسطيني مسيب غزة في الليمات هذه في حد ذاتها ومسيب القدس في الليمات هذه بالذات ويحكي بالشأن التونسي مسيب اليوم شوف ايش موجود اليوم المقاومة الفلسطينية في بيت المقدس والانفجارات والطائرات والغارات التي تشن على غزة وهذا الرجل مسيب وجاي له بينا نحن ويعمل علينا في 20 تدوينة كل نهار ثم انه في الاخر وعلى فكرة نسمع فيه مش ناوي يسلم نظرا لانه هذا اخر مخطط عندهم انا من موقعي هذا نطالب المشيش بحماية سيف مخلوق بالذات لانه عملية إثبات أنه هذا الصهيوني ساعة بحد ذاتها هذا الصهيوني وهو ذكر على لسانه أنه سيف باش يوقع اغتياله بر يعني المصاب تفكر باغتيال سيف تجيش الشارع كما العادة قتل من أي طرف من هنا وهناك ثم إعلان حالة وهذا هو نفس الموضوع بالإضافة إلى أنه وهذا المشروع اللي هذا اللي جانا من مصر هذا اللي جانا من مصر ونقول له السيد هذا راك مشيك وحدك اللي سبيت قيس راه ايدي كوهين في حد ذاته سبنا قيس يعني مش كل واحد اليوم هذه هي العمليه نتاع انه ادخل للناس انطلاقا من انه ايش يحبوا وايش يكرهوا ثم بعد عبر على المخطط نتاعك نتمنى انه بالحق بعد الوثائق كلها مش نعبر اللي عندنا تجد تدخلوا على الصفحات فهمت نحذركم انه هذا السيد تخرجوا من صفحته او تسنيالوه وباش نقول باش نبعث البروبيلات الموهومه هذه لقيادات الائتلاف اللي هي تكونت عندها توا 10 شهور 10 شهر بالضبط مكسرها ومستنيتين عليه الانسان واحد كيتولي له صوره الصهيوني يهرب
هم يدافعون بشراسة ويتكلمون، وحتى اللهجة مش تونسية في ردود مرات فيهم. هذه واحدة حاسب راحة بلي أو هي رجل شخص معين يتكلموا بلهجة في كتاباتهم لهجة مش تونسية. اليوم مش أول مرة تكتشفوا أن الموساد مخترق تونس. الموساد مخترق تونس من قبل، من عهد بورقيبة ومن عهد بن علي وبعد الثورة ممكن يكون أكثر، ولكن ممكن لأول مرة أنه نحن هذا الشعب نعود نكشف فيهم ونعرفوهم اللي هم بحذانه. هذا الرجل، هذا الشخص الكلب الصهيوني هو قاتل، هو ينتمي إلى الوحدة التي قتلت محمد الزبيري، الشهيد محمد الزبيري. فمن كان له خاطر أو محبة لهذا الشهيد على الأقل، لأنه بالحق اليوم يغزر بعين الريبة لهذا الشخص وبعين الاتهام، لأنه ما يجيش واحد مش يحكي لك، فهمت؟ مش يحكي لك على أنت تونسي تحب تونس أكثر، واحد يحب تونسي أكثر من كنت بحاجاتك سنين. احنا ينجم يثبت اش بدا قرر ولا فلان هز مع كمال الطيب. عندي قضايا انا حاكم عليها، انا لطفي ابراهيم اللي هو تابع كمال الطيب وقتها بست شهور وثلاثه ملايين خطيه، انا وش اسمه انا وراشد الخياري وقتها محكومين علينا في قضيه كيف كانت. انا كمال الطيب انا واحد يعني هي احفظ كلمات هذا الرجل ماسوني من القيادات او من الناس الفاعله في الاوطان العربيه، ضابط في الاستخبارات. المشكلة انه رئيس الدولة ويعود رئيس دولة عربية يتحكم فيه ضابط صهيوني، وهذا اللي قاعد يوقع في الاوطان العربية من اول الدنيا. يعود رئيس دولة عربية يحكم فيه ضابط صهيوني وهو اللي يوجهه. اليوم احذروا المخططات هذه، يدفعوا فيكم راهو بالحق نطلب الحماية بسيف، ويدفعوا فيكم الى عملية انه خروجكم من الشارع بطريقه فوضويه. النجم نعتصموا، النجم بطريقه حضاريه، والنجم بالحق ما نسمع اللهجه. ثم انه اي واحد يحاول يبث فيكم الياس راكم خربتوا، راهو استحاله يكون ثائر، الثائر ديما ينشر العمل. على كل نقول لكم تصبحوا على خير، وان شاء الله ربي ان شاء الله وصلت الرساله يا رب.